انقطع للمنتخب الارجنتيني ومحاوله من جلاردو. جلاردو بيلعبها جميله داخل منطقه 18، محاوله داخل منطقه 18 للارجنتين والهدف. هدف للارجنتين، الهدف الاول بينيدا، هكتور بينيدا لاعب بوكا جونيور، لاعب خط الوسط ودفاع وهو الظهير الايسر، يتقدم ويحرز الهدف الارجنتيني الاول في كره ملعوبه من بينيدا وتمريره اورتيغا الى الجهه اليسرى وتهديه صدر من بينيدا وتسديده على يمين الحارس الكرواتي درزا لاديتش ليحرز الهدف الاول لصالح المنتخب الارجنتيني. واحد الارجنتين، واحد الارجنتين، لا شيء كرواتيا.